إذا أخذنا بعين الاعتبار كل المعلومات يلي أعطيتوني إياها أنتو أمير وبعض الملاحظات يلي أنا أخذتها، بفهم إنه في سبب وحيد لشعور أمير هيك، وهو إنه ممكن يكون عنده حالة ذهان قوية. ماما كيم شو ذهان؟ وكيف ممكن ابني يكون عنده إياه؟ الذهان هو حالة اضطراب نفسي بتخلي الأفكار والتصرفات تكون مغلوطة. الشخص اللي بيكون مصاب بالذهان ممكن يصير يسمع أصوات غريبة، ممكن يتخيل شخص ضده، حتى ممكن يصير عدائي. هلأ هيدا الشخص بأكترية الأحيان ما بيصدق أو ما بيقبل إنه هو عنده هيدي الحالة، وكمان ما بيقبل العلاج. بخصوص سؤالك إنه كيف صار أمير عنده هيدي الحالة، أنا صراحة بحاجة لتقييم تفصيلي أكتر لحتى أقدر أحصل على جواب واضح أكتر، بس إنه بالإجمال حالة الذهان بتصيب الأشخاص يلي تعرضوا لضغط نفسي قوي، لضغط اجتماعي أو جسدي قاسي، أشخاص بيتعاطوا المخدرات أو الأنفيتامينات، أو إنه في سوابق أصلاً بالعائلة. بس أكترية الأحيان الذهان منه كتير واضح شو العامل الأساسي لإله، ممكن يكون في أكتر من عامل هو اللي عم بيطور هذا الذهان. الشيء المهم اللي لازم دائما نتذكره انه في كتير اشياء نقدر نعملها لحتى نساعده. واحد، لازم نشمل امير بالعائله. اثنين، لازم نعمل له نشاطات اجتماعيه خارج البيت باوقات مختلفه، والافضل لإله انه يعمل شيء يستفيد منه هو، مثلا يشتغل او انه يدرس ويكمل درسه. اهم شيء انه يكون امير موجود ببيت وعائله دعمته كتير. امير، انت شو حابب تعمل؟ ما بعرف، بلكي برجع بدرس. اها، عبالك ترجع المدرسة؟ لا لا، مدرسة ما بدي، ما حدا بحبني هونيك، بدرس في البيت. ايه، هاي خطة منيحة بالوقت الحالي، بركي منناقش الموضوع أكتر ومنحدد جدول كمان لدراستك، وأهلك بيحكوا مع المدرسة طيعتوك فرصة. عندك حدا من أصحابك ممكن يساعدك بالدرس؟ في بس صبحي هو ما بيضحك علي. بتحب تشوفه لصبحي؟ عظيم. عطول بقول له لازم يشد حاله شوي، يعني قليل يتحمم، ولأنه مرة بالجمعة بعدين يرجع يدرس، لأنه ما حدا بيشغله إذا ما درس. بس بيعصبني. بتفهم خوفك منيح، بس ما بدنا نعصب وما بدنا ننتقده، خاصة وقت اللي ما بيعمل إشي اللي إحنا طلبناها منه. أوكي، رح جرب، رح جرب، رح توصف له دواء حكيم. Explique todas las opciones de tratamiento sopesando riesgos y beneficios. في أدوية ممكن نوصفها لنساعد أمير. هيدي الأدوية مثل غيرها ممكن يكون عندهم عوارض جانبية. يعني أمير ممكن تحس إنه عضلاتك مشنجين، ممكن تحس إنك موتر، نعسان، تعبان، في رجفة يمكن. ما تعطي الهم. بس أنا عندي سؤال لإلك. أنت أمير مستعد تاخد هيدا الدواء؟ بعده شاب صغير يا حكيم، معقولة من هلأ نعوده على هالأدوية؟ نسمع نحن أنه الإنسان بيصير مدمن عليها. حكيم، رح تطول فترة العلاج. بقدر أكد لك أنه هيدي الأدوية ما بتسبب إدمان، وأمير بحاجة أنه يخدن على الأقل لسنة. بالوقت الحالي حابب بلش بجرعة خفيفة من الهالو باريدول مرتين باليوم. هيدا دواء نموذجي لمعالجة الذهان، رح ننطر ونشوف التجاوب عليه، ممكن نحتاج جرعة أقوى. بحال صار معك أي عوارض جانبية ممكن نعوز دواء تاني لأبطاله. Asegúrese que la persona y su cuidador entiendan y acepten el plan de tratamiento. أمير، بتوافق تاخد هالأدوية مرتين باليوم؟ رح يخلوك تحس حالك أحسن وبيصير درس أسهل لك. أمير، عتلان هم شي؟ عندك شي سؤال؟ إذا عندك أي سؤال بدك تسألني إياه فيك ساعة اللي بدك تسأله. أنا بدي ساعدك لحتى توصل لهدفك بالدرس، وإذا بدك تطلب من صاحبك يساعدك بالدرس اسأله إذا بتريد. أنا بقترح إنه نبلش العلاج فورا. بكل الأحوال أنتو أمير لازم تجوا بطريقة منتظمة للمتابعة، موافقين؟ اوكي حكيم، بيتنا مش بعيد من هون، نقدر نجي وقت اللي بتحدده. عظيم، بدي أكد على أهمية المتابعة المنتظمة لمراقبة التقدم، لتعديل جرعة الدواء وللدعم النفسي. امتى لازم نرجع نجي نجيبه؟ نحن مستعدين نعمل أي شيء ليتحسن ابننا. مواعيد المتابعة الأولى بيكونوا مكثفين أكثر من غيرهم،
بعدين بس يصير أمير عم يتحسن بصير فينا نعمل مواعيد شهرية تقريباً. بقترح إنه شوفكم بعد بكرة إذا بيناسبكم هذا الشيء. أوكي دكتور، رح نكون هون على الموعد. حكيم رح يتحسن ابني. مدام آمني، أكثر من ثلثين الأشخاص يلي عندهم الذهان بيجاوبوا مع العلاج. بما إنه هيدا العارض الأول وجب المرحلة الأولى من علاجه، كلني أمل إنه رح يستفيد. بس هيدا الشيء بيعتمد على أمير وعلى تعاونكم لتنفيذ الخطة اللي رح اتفق عليها. هيدا كل شيء اللي عندي. أمير عندك بدك تستفسر عن شيء؟ ألف شكر دكتور أحسان. مبدئيا ما بقى في شيء لهلأ، إذا جت شيء نبقى بنحكي مشوار الجي. مع السلامة أمير.